güzel Cemalim Cemalim بس بدي منكم تقولوا آمين الله يدمر بشار الأسد يعني معلش منطقة حارس صيدا مين مسيطر عليها نبيه بري وحزب إيران انه انا كنت عم في تعاون بيني وبين عده اجهزه امنيه لحل امور اظهر من المنطقه وعيش حياتي الطبيعيه وتسارعت الامور وصارت المعركه ليه الجرح لو من غالي يذبح بالبطيء ليه الفرح